قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه استعرض خلال محادثاته مع رئيس وزراء أرمينيا الجهود التي تبذلها مصر لتحقيق وقف إطلاق النار الفوري في قطاع غزة المحتل. وأكد الرئيس السيسي أنه يتحتم تسوية القضية الفلسطينية من خلال الدولة الفلسطينية ذات السيادة. قد استعرضت مع فخامة رئيس الوزراء الأرميني الجهود التي تبذلها مصر لتحقيق وقف إطلاق النار الفوري في قطاع غزة المحتل. وتحقيق التهدئه بالضفه الغربيه حتى يتسنى تسويه القضيه الفلسطينيه من خلال الدوله الفلسطينيه ذات السياده على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقيه وفقا لقرارات الشرعيه الدوليه ذات الصله واحلال السلام والتعايش في المنطقه بدلا من الحروب والدمار والخراب.